ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم للقلوب الضعيفه ما تحضرش معايا، ولكن القلوب اللي عندها قوه يعني ان هي تحضر. اوكي، وبما ان عودتكم في الفيديو اللي فات ان انا بكتشف حاجات جديده في المكان اللي انا عايشه فيه، فمن احدى الاكتشافات اللي سمعت عنها وعرفتها ان موجود في المكان سمتياخ. سمتياخ يعني تراب المسلمين، تراب للمسلمين والمسيحيين وهكذا يعني الفرنسويين، ولكن انا اللي يخصني تراب المسلمين ان انا اوريها لكم. وشوفوا معايا وهحكي لكم طبعا تراب المسلمين هنا نظامها ايه، ويعني الكلام عنها هكلمكم وانا بوريها لكم. فيلا نبدا الفيديو. ما تنسوش قبل ما نبدا الفيديو تشتركوا في القناه وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، ويلا اوريكم الفيديو النهارده. يعني دايما بنتكلم في الدنيا في الدنيا في الدنيا وفيديوهاتنا عن الدنيا، خلينا نتفرج بره مره عن فيديوهاتنا الاخرى. يلا. ده المقابر من بره سمتياخ، بس فيها ديانات كتير، يعني فيها مسلمين فيها مسيحيين اللي هم الفرنسويين، فيها كتير يعني. لو قربت كده تلاقوا هنا مقابر الاتجاه ده، هي كأنها اي جنينة كبيرة وعملوا فيها مقابر، يعني في الاتجاه ده مقابر. هنا اللي قدامكم ده مبنى اللي بيحرقوا في الجثث، وهنا طبعا اللي بيبيع الوردة اهو، وده باب السمتياغ بقى اللي هو المقابر. والنهاردة طبعا الجمعة، فالناس كتير جاية تزور اهلها زي ما انتم شايفين، زي ما احنا كده في بلدنا بنروح يوم الجمعة. ولكن انا في رأيي هي اللي تعظ، زي ما انا كده حسيت ان انا قلبي وجعني ومش قادرة اتحمل. ربنا يجبرنا على طاعته يا رب. يلا انا هقلب الكاميرا واوريكم بداية المقابر بتاعت المسلمين، وهتلاقوا عليها زي ما هقلب كده الكاميرا هتلاقوا عليها، بصوا دي مقابر مسلمين زي ما انتم شايفين، في الهلال والنجمة اهو في الارض على طول. دي يعني ايه؟ هنا مش معمل رخام، هنا عادي مش معمل رخام برضو، هنا زي ما عندنا كده في بلادنا بنهيئ القبر كده برخام وحركات وبتاع، ففي ناس عاملة كده اهو، في ناس عاملة وفي ناس مش عاملة. بس عايزة اقول لكم ان انا قلبي وجعني وعايزة اعيط، ما بقدرش اشوف ده شكلهم. الله يرحمهم، نقرا لهم الفاتحة. واحدة كاتبة مون فيس ابنها ادوغي قلبها حبيبها يعني، ومون بابا باباها ابنها نطخ فيس ميت 2018، الله يرحمه ويصبر قلبها يا رب. بس ده ايه؟ جين ويليام. جين ويليام ده مسيحي، بس انا معاك وهو مش طبعا مش عارف عادي من فوقيهم، فاستنى كده الايه بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شايفين بسم الله الرحمن الرحيم اهو. كود فليب كريم، اسمه كريم المتوفي 2012 مواليد 62، الله يرحمه يا رب. هبعد شوية، انا عايزة ابعد شوية حلوين عشان تشوفوا كويس اهو، زي ما انتم شايفين كده ورا. الله يرحمهم جميعا. هنا ده زي ما انتم شايفين كده حاطين له لمبه. تعالى رب اغفر لي. هنا محمد كوسه اهو، ده 97 متوفي الله يرحمه اهو. ده المسلمين هنا، هنا المسلمين زي ما انتم شايفين. ساميه بنكالد الله يرحمها، يرحم اموات المسلمين جميعا. طبعا هنا حاطين صوره بتاعه الشخص المتوفي. هنا برضو طبعا اغلبيه لا اله الا الله، شايفين لا اله الا الله اهي. اغلبيه بيكونوا اهاليهم عبد الكريم هنا، ده شكله ميت قريب وقلبي بيوجعني يا جماعه، عايزه اعيط والله العظيم. حد حاطط كرسي عشان لما يجي يقعد اهو. هنا برضو فاتحه الفاتحه مكتوبه. طبعا ده فيديو غريب شويه اللي انا عاملاه، ولكن
يعني هي دي الحقيقة بتاعتنا الوحيدة، دي الحقيقة الوحيدة اللي المفروض نفوق عليها ونعيشها. ده الشخص المتوفي جوه، فأنا متهيألي إن في تخليط بين مسلم ومسيحي، مش عارفة بس متهيألي، لأ متهيألي لأ، لأن لا إله إلا محمد رسول الله، متهيألي لأ. الله يرحمهم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد اهو. طبعا انا مش همشي على كل عشان انا خايفه، مش هكذب عليكم، يعني بدات ان انا احس ان انا في رهبه، ف مش قادره اكمل ان انا اصور تصوير. بس انتوا شايفين اهو الدفن في الارض على طول، في التراب على طول، دول اهمت الدفن في التراب على طول زي ما انتوا شايفين، ولا مباني عاليه زي عندنا مثلا ولا اي حاجه، الدفن في الارض على طول. فدول اهمت معروف محمد اهو، حاطين له كوره تلاقي طفل، وحاطين له ميه تلاقي طفل. اه محمد عاد طفل. الله يرحمهم جميعا يا رب. اهم ده شكل المقابر، هنا تلاقي اطفال 2016. ده طفل اهو يا قلبي، حاطين له لعبه، طفل حاطين له لعبه، الله يصبر اهله، حاطين له لعبه. قلبي وجعني، قلبي وجعني، يعني انا ما بتحملش الحاجات دي، قلبي وجعني جدا. طبعا مش عايز اصور الاتجاه التاني، الاتجاه التاني مسيحيين اهو، ده المسلمين اهو، المغفره. الاتجاه اللي بعد ده مسيحيين، يعني هنا ممكن يكون مسيحيين، لان هنا الاتجاه ده مسيحيين وهنا المسلمين. انا مش هغطر عليكم اهو، بصوا في اهو الهلال هناك اهو، ده مسلمين برضو، يعني في واحد واقف اهو في قرى فاتحه، مسلمين هنا كمان، مسلمين هنا، مسلمين اهو كتير اهو. والحاجات اللي بيحطوا فيها كده يبقى دي اطفال، حط لهم لعب. قلبي منفطر، يا رب اقبضنا على طاعتك، يا رب يا رب اقبضنا على طاعتك. هنا حاطين صور اهي، ربنا يقبضنا على طاعته. اظن اللي حاطين صور بيبقوا ترك شويه، الهلال مدى الترك. طبعا قصه الاقبار، القبر ده انا عايز اعيط، امشي بقى عشان بجد خلاص هعيط. نكبتنا قطعته. قصة القبور دي بفلوس مش مجاني، غالية جدا. القبور هنا عشان تشتري قبر هنا غالي جدا، مفيش حاجة مجاني هنا. وعشان تبقى اللي يموت يعني في الغربة عشان يبعتوه البلاد بيتكلف كتير جدا، عشان يركبوا القبر بتاعه الطيارة والإجراءات بتاعته كلها بتتكلف. الناس الغلابة اللي هنا بيحاولوا يلموا لهم لو عايزين ينزلوهم بلدهم، لكن هنا بيتأجروا القبر بالسنة. يعني هنا الناس اللي ما عندهاش قبر ومش شاريه قبر لانه غالي جدا جدا جدا، بيأجروه بالسنه، بالسنه بتخلصي حقه وتفضلي تخلصي على طول على طول على طول، طول ما ليه ورثه بيقعدوا يخلصوا فيه الى ان ينتهي شجره العيله كلها كده، خلاص الدوله مسامحه. انما غير كده بيتخلصوا في الميت ده على طول، يدفع له فلوس. دي من المعلومات اللي انا عرفتها هنا عن القبور ودفن القبور هنا. ووجع قلبي ان انا ما بقدرش الحاجات دي، لها رهبه عندي جامده، بس حبيت اتكلم فيها. دي هنا المسيحيين، الصليب باين اهو قصاد المسلمين، المسلمين ورايا اهو، بصوا المسلمين ورايا اهو والمسيحيين اهو، الصليب باين. بص طبعا هي كبيره جدا جدا جدا، منطقه السيمتياغ دي كبيره جدا، نظيفه 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 على قد ما تقولوا. حاسه ان تخشي يعني جنينه، ولكن توجع القلب. بس فحبيت انقل لكم الحاجه البسيطه دي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. الله يرحم اموات المسلمين جميعا. معلش هو فيديو ممكن يكون مش عايزه اقول كئيب، بس هي دي طبيعه حياتنا، طبيعه او نهايه حياتنا. اشوفكم على خير، السلام عليكم.